يعني بجوز من أشد المواقف يلي ذكرتني بهاي الجملة. يعني أنا قعدت مع الشيخ قبل وفاة والدي بأيام عليه رحمة الله وأوصاني بهذه الجملة الشيخ نور الدين الياسين. بعدها بيوم أو يومين توفى الوالد عليه رحمة الله. ساعة ما توفى الوالد أنا كنت موجود عنده في المستشفى. أول ما توفى في اللحظات الأولى لوفاته، طبعاً لحظات الانهيار، لحظات الصدمة، لحظات إنه خلص كان في شخص موجود وهو مش شخص عادي، أعز الناس إلى قلبك. يعني نحكي مثلاً على الساعة 4 إلى 5 كان على قيد الحياة، على الساعة 4 إلا 3 دقائق فارق الحياة. في هذه الدقيقتين هذولا ماشي، يعني لحظة الصدمة، لحظة يعني التشتت ماشي، تذكرت جملتك يا شيخ. يعني فسرعان ما قلت القرآن مثلها، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. بس بالفعل يعني هي ممكن لما أنت تحكيها يعني تقول بينك وبين نفسك يعني هي شو ممكن تقدم أو تأخر هاي الجملة، لكن يعني سبحان الله بعد ما قلت هذه الجملة حسيت كأنه يعني زي ثلج نزل على قلبي، كأنه تربط الجوارح وتثبت الجوارح. سبحان الله. عندما تقول إنا لله وإنا إليه تأتيك السكينة الطمأنينة الراحة، بالعكس ممكن يعني تنعكس المصيبة أو ينعكس الترح إلى فرح. سبحان الله. المصيبة إلى عطية تنعكس، لكن من خلال الفكر. مو حتى أنت يعني كلنا يعني أبائنا غالين علينا، أبنائنا غالين علينا، لكن إذا أخذنا هذا الأمر باليقين وعرفنا إنه هذا الميت انتقل لمين؟ إلى أرحم الراحمين، بجوار الله، بضيافة أرحم الراحمين. وما عند الله خير وأبقى، مش هنقرأ القرآن؟